كيسي سالي صفقات برشلونة الصيفية. كوبري يدوش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية. نجح نادي برشلونة في حسم ثاني صفقات الصيفية بعد التوصل لاتفاق مع لاعب وسط ميلان ومنتخب كوديفوار فرانكي كيسي. وذكرت المصادر أن فرانكي كيسي وقع على عقود انتقاله إلى برشلونة، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة نهاية الموسم الجاري 2021-2022. وأضافت أن مسؤولي برشلونة أنهى اتفاقهم على ضم فرانكي كيسي في صفقة مجانية نهاية الموسم الجاري بعد التواصل مع وكيله. وتابعت أن برشلونة توصل الاتفاق مع وكيل فرانكي كيسي على كافة الأمور المادية الخاصة بالنجم الإيفواري وتفاصيل عقده مع البارسا. وشددت المصادر أن فرانكي كيسي قرر الانتقال إلى برشلونة منذ الاتصال الأول الذي جمعه مع تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، مبرزة أن كيسي نجم وسط ميلان ومنتخب كوديفوار سيحصل على مكافأة توقيع بعد الانضمام الرسمي إلى برشلونة. وانتهى عقد الدولي الإيفواري فرانكي كيسي مع ميلان في يونيو المقبل، ويحق له التفاوض مع أي نادي آخر خلال الفترة الحالية. كوبري يدوش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية.